كيفاش غتعرف اللي كيدوبي واللي ما كيدوبيش؟ الفرق بيناتهم. رانا في لاصال اليوم ان شاء الله غندير واحد القصه ديال الكتاف، غنهضروا على الاخطاء كيفاش غتحكم الكتاف 100%. كما تعرفوا الكتاف اخطر عضله، لان يعني ما درتيش بها كي غتوقع عليك شي حاجه شي اصابه. حنا غنوريكم كيفاش غتتفاداو هاد الاصابه هادي، وغترينيو يعني نقيسو العضلة 100%، مكاينش 50% ولا لا يوقع لك شي إصابة الله يحفظك. تبقاو معانا إن شاء الله، داكشي غيكون إن شاء الله بالشرح. صافي الدراري، ألا ليتس جو. غندير واحد الخدمة معقدة شوية، ولكن ما خصكش تهبط يدك بزاف، يدك ما تهبطش بزاف، يعني لي زاطي جيبهم على وجهك، مع وجهك ناجح. دابا تشوفوا ليكزيسيس، ركزوا مزيان، لأن هاد ليكزيسيس إلا ما كديروش مزيان، هذا مهم جدا، هو اللي كيدير ديك الكوير هنايا ديال الكتف. إلا ما درتيش مزيان يمكن غتصاب. ودايما سخن مزيان الكتف قبل ما تبدا، هادي دايما كنصح بها. بقاو مع لي الكتاف. كما كتشوفوا خدمت 5 ديال التمارين،
ثلاثه ديال التمارين 4 4 4 يعني ديال المرات، والتكرارات على حسب الجهد ديالك. انا ما اكثر هي ما كنحسبش، يعني الاخرى خصني نقطع فيها، يعني خصني نحسب بالعافيه. بينا لكم الاغلاط، نتمنى ان شاء الله يعجب لكم الفيديو. انا بزاف الناس كيسولوني علاش ما كتخدمش ترابيز. ترابيز نقول لك علاش ما كتخدمش ترابيز. ما خصكش تخدم ترابيز تيكون عندك كتف كبير. ترابيز واحد العضله صغيره كتخدم مع اي عضله، كتخدم مع البيسيبس، مع الظهر، مع الا خدمتيها شنو غيوقع لك؟ غتكبر لك، حيت عضله صغيره دغيا غتكبر، غتولي عامل بحال المثلث، بستي شهور تهبط بحال المثلث، بحال الهرم. يعني تتكبر الكتاف مزيان، عاد خدم الترابيز ديالك، خدمه اللور ولا خدم القدام اللي كتحب، اللي فيه النقص. هذا ما كان على الترابيز. كاين واحد موضوع اخر، واحد الدري سولني عليه، يعني هاد ما كانش عندي في البال، ولا انا كنعرف الجواب، ولكن يعني قال لي واحد الهضره. قال لي كيفاش غتعرف بنادم واش كيدوبي ولا ما كيدوبيش؟ كيفاش غتعرف بنادم كيدوبي ولا ما كيدوبيش؟ انا فتشت وشفت بعيني مع التجربه ديالي داكشي. بنادم اللي كيدوبي كيكونوا عنده الكتاف خارجين بزاف، غتعرفوا في الكتاف، الكتاف خارجين بزاف. بنادم عادي ما كيكونوش ديك عنده ديك الكتاف كبارين هيدا. بنادم اللي ما كيدوبيش كيتريني طبيعي، ما يكونوش عنده الكتاف خارجين هيدا بحال شي كوره هنايا، بحال اللي عنده الطابله هنايا، عنده الطابله يحط عليها الكاس، يحط عليها يعني الزلافه ما طيحش. تما غتعرف بنادم واش كيدوبي ولا الا عنده ديك الكويره هنايا راه كيدوبي اخي. ما يدوخكش بنادم يقول لك راه ما كندوبيش وخصك تريني وتزير باش توصل بحالي ولا شي. بنادم كي عنده واحد النيفو كيوصل ما يقدرش يجي، الا بغى يزيد خصك ضروري يدوبي. داكشي اللي كاين، باش تقب بنادم ولا شي حاجه دائما تقلب وتسول غلطك. يعني الغلط انا ماشي شغلنا فيه يدوبي ولا ما يدوبيش، شغلو هذاك، ولكن بنادم ما يغلطكش، ما يديكش في واحد الواد ديال الغلط. خصك تعرف شنو واقع اللي كيدور لك حداك، كيدور حداك تما بلاصه تعرفو. ما كذبش عليك بنادم يقول لك خصك تولي يكون عندك الكتاف حالي وصدر حالي، هو كيدوبي، انت كتخدم طبيعي، طبيعي بوحده، دوباش بوحده. هذا ما كان الدراري، اللي عنده شي سؤال يخلينا كومونتير نجاوبو عليه. ما تنساش تشجعوا القناه لايك وتبارطاجوا مع صحابكم، مع عزيزين عليا كنحبكم. السلام عليكم.